إن شاء الله راح نتكلم عن عدة مضاعفات تحصل في مرض البواسير. وطبعا كل هذه المضاعفات محتملة لحالات البواسير، منها تجمع الدم وأيضا تجلطه في تلك الانتفاخات بالأوردة، أي يعني تجلط الدم داخل الأوردة، مما يتسبب بحصول ألم شديد ومفاجئ يعني في منطقة الشرج، وينجم هذا إلى تلف في الأغشية المحيطية بذلك التجلط الدموي، وهذا يعني ما يتطلب من يعني معالجة طبية وأيضا إلى تزيل تلك الكتلة من تجلط الدم والأنسجة المحيطية، يعني الأنسجة المحيطية الموجودة في تلك المنطقة من المهم والضروري جدا معالجة هذه المنطقة من قبل أخصائي متخصص في المجال. نتمنىكم يعني أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.